إدارة المعاد اتخذت مجموعة من الاحتياطات والإجراءات الوقائية، هذا لسلامة الطلبة اللي داروا امتحانات اليوم. كذلك تم توفير مجموعة من أدوات التعقيم في المعهد، وهذه العملية قمت بها كذا بيئة. بالنسبة للامتحانات مرت في ظروف مزيانة وخي ظروف استثنائية، واللي دار هذا العام قسمنا الطلبة اللي دوزوا الامتحان اليوم أو اللي غيدوزوا امتحان من 15 في هذا الشهر حتى ال 24، قسمناهم إلى مجموعات، أي درنا بعملية تفويش. والتخصصات اللي جميع التخصصات كلها غيتمتحنوا فيها بما فيها التخصص الأساسي والفرعي. وبالمناسبة تنبلغوا تحياتنا للأستاذ الفاضل الدكتور طلال، لأن ما نسيناش وخلى فراغ كبير في 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 المعهد وفي إدارة المعهد، فتنبلغوا لي تحياتنا باسم طلبة المعهد والأساتذة هيئة التدريس بالمعهد، وبالتوفيق إن شاء الله جميع الطلبة. Vous le savez très très bien, notre institut a pris toutes les dispositions possibles et imaginaires pour que ces examens, malgré cette période exceptionnelle, se passent dans d'excellentes conditions. Alors, d'abord la prise de température, la stérilisation des salles, des sanitaires, des chaises, des tableaux, même les marqueurs ont été stérilisés pour vous dire que notre institut a toujours été à l'avant et le restera. الظروف اللي دوزنا فيها اللي كندوزو فيها الامتحانات دابا هاد الصباح صراحة ظروف عادية، ما حسيتش بشي فرق ما بين زمن كورونا وشحال هادي، ما كاينش فرق. الفرق الوحيد اللي كاين هما لي ميزور دو سيكوريتي بيان سور، البافيت، والواحد انه يدير لو ديزانفيكتون، وبيان سور في الباب كي ياخذوا لينا لا تمبيراتور. بالنسبه لي انا ماشي ستريسانت، دوزت الامتحان عادي. كي قلت لك الفرق الوحيد اللي كان هما لي ميزور دو سيكوريتي في لونتري، وحتى في لاسال فريمون لاسال كبيره وكان ليسباس اوني ميم با دي بيرسون، يعني اوني با نومبرو، ودازت في اجواء مزيانه ونتمنى التوفيق لكل شيء. عماد ميزاب طالب في السنه الثالثه، واليوم بدينا اول امتحانات ديالنا، والحمد لله دازت في ظروف صحيه جيده اللي هذا هو الاساس، خاصه فهاد الجائحه ديال كورونا. الحمد لله التدابير كانت في المستوى، لا التباعد لا العدد ديال المشاركين في هذا الامتحان والممتحنين، وكذلك الظروف الصحيه ملائمه، والحمد لله حتى الامتحان داز في ظروف جيده، ونتمنى التوفيق لجميع الطلبه في جميع المستويات ان شاء الله.